عندنا عامين ونحن نمشي يبعثوا فينا من بلاصة لبلاصة مسؤولين، كل مسؤول يبعثنا لمسؤول آخر، عامين هم يطلعوا فينا ويهبطوا. على جا كنا في قائمة إضافية وتم إقصائنا منها دون وجه حق وتم تهميشنا. درك عندنا عامين ونحن طالعين هابطين، كل مسؤول يبعثنا المسؤول، ترسلنا الجهات كل رسلنا كل الجهات المعنية، كل اللي هذا يبعثنا المسؤول آخر. رانا كرهنا تعبنا، اليوم رانا واقفين هنا وما ناش مروحين حتى يديروا لنا حل. يا هل اضطر نحن الجزائريين عندنا حق في العمل؟ أمي هاك تشوف طالعين هابطين، المدير يقول لك روح للوالي، الوالي يقول لك اهبط المديرية تاع التشغيل. نحن رانا كرهنا الفقر والحرمان والتهميش، نص الشباب ما قدش باش تطلع لفواياج والله ما يساه. تحقرنا صراحة، رانا محقورين، عندنا سنوات ونحن ملينا والله ملينا. نحن نطالبوا يعني السلطات المحلية تشوفنا بعين الاعتبار.